فني هذه المرة اللي بتحدث عن قدرة الشخص على تقديم أنواع الفنون المختلفة بالإيحاء أكثر، وفن الإيحاء باسمه البانتومايم هو فن يعتمد على لغة الجسد. تفاصيل أكثر مع الزميلة دولة عريقات بالمحطة الصباحية. أنا اسمي يوسف محمد، أنا بمثل بانتومايم، بحب البانتومايم جدا. البانتومايم ده تمثيل صامت. البانتومايم يعني التقليد المبهر، دي كلمة إغريقية. بانتومايم في فرق بين المايم والبانتومايم. النهاردة اللي احنا عملناه كان بانتومايم. المايم بيبقى فيه اكسسوارات، بيبقى فيه لو هيشرب مية يشرب، لو هياكل هياكل، يجيب فيه كل حاجة موجودة جدا. النهارده احنا جسدنا كل الاكسسوارات والناس فهمتنا والناس تفاعلت معانا. زمان ما كانش فيه لغة، كانوا بيتكلموا مع بعض عن طريق الايماءات والاهامات. الايماءات زي الحاجات اللي تورثناها وما عرفناش مين اللي اخترعها، زي كلمة لأ او تعالى او اي حاجة من الايماءات اللي تورثناها، والاهامات اللي احنا اوهمنا بالشيء اللي ما كانش موجود والناس التانية تصدقت وتفاعلت معانا. اخترت البانتومايم علشان فن مجهول، رغم ان كل الناس بتحبه وبتتفاعل معاه، وبتقدر في اي وقت تنزل الشارع وتبسط الناس بدون تيكت مسرح، بدون استعداد. ممكن بس تشتغل على خيالك، والخيال هو اقوى حاجة في التمثيل او بيحتاجه الممثل في العموم. مفيش في فرق بسيط جدا بين التمثيل الصامت والتمثيل العادي، لكن في اساسياته كلها واحدة. في حبكة درامية، في حدوتة، احنا بنتكلم بدون كلام والناس بتفهمنا وكل حاجة. واحسن حاجة في المايم انك اول ما بتستعد تنزل تبسط الناس، بتنزل مش لسه هتعمل بروفات ولسه هتحجز مسرح والناس تعزم الناس وناس ممكن ما تحضرش، لكن انت تنزل في اي وقت تبسط الناس وانت كمان بتنبسط. هي طاقة بتتصدر للكل، لما الناس تسعد انت بتاخد الطاقة بتاعتها، بتبقى انت كمان سعيد.
الناس محتاجة ناس تنزل لها، مش مجرد كل حاجة بقت للفنون على الانترنت أو الكلام ده كله، ما بيستمتعوش بلحظة الفنانة الحقيقية أو الإبداع الحقيقي اللي بيطلع بلحظتها. ممكن في السينما يغلط ويعيد، يغلط ويعيد وعنده مليون مرة، حتى برضو المغني يغلط ويعيد، لكن كل حاجة لايف، كل حاجة لايف بتطلع من قلب القلب في لحظتها، بتبقى ابتسامة سعيدة. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا على تلفزيون فلسطين، إحنا هنروح فلسطين وهيجي لي يوم وهعمل مايم في فلسطين، وأنا حلم حياتي أعمل مايم في جميع أنحاء العالم، وحققت جزء منه صغير، كنت في السعودية وعملت مايم، إن شاء الله المرة الجاية هكون في فلسطين.